بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة في محاضرتنا على الـ eccentric compression في الـ design of sections subjected to compression and biaxial bending. تكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على القطاعات اللي حواليها مومنت حوالين محور واحد، normal force زائد مومنت حوالين محور واحد، وتكلمنا كتير على القطاعات دهيت في الاناليسز وفي الديزاين في الحالات المختلفة طبعا للإكسنتريستي اللي موجودة عندنا، سواء كانت أقل من الاتش على 2 small إكسنتريستي وصممناها بالإنتراكشن دياجرام، أو إكسنتريستي E أكبر من اتش على 2 وصممناها بالإم إس ميثود. هتكلم النهاردة لو كان القطاع عليه normal force P ultimate زائد إم إكس زائد إم واي. لو انا جيت واعتبرت القطاع اللي عندي عليه مومنت ونورمال فورس في اتجاه واحد ام التيميت اكس مثلا، يعني انا لو جيت ارسم الانتراكشن دياجرام اللي بيمثل الكومبينيشنز للمومنت والنورمال فورس اللي يسببوا انهيار للقطاع دهوت، هاخد المحور الرأسي هو البي التيميت، هاخد المحور الافقي هو الام التيميت اكس، وهتكلم على المستوى بتاع محور بي التيميت ومحور ام التيميت اكس. هلاقي ان في عندي انتراكشن دياجرام بالشكل دهوت، الخط الاحمر اللي مرسوم في البلين دهوت. اي نقطه على هذا الخط زي ما عرفنا قبل كده تمثل كومبينيشن للمومنت والنورمال فورس اللي يسببه انهيار للقطاع. نفس القطاع دهوت لو كان عليه نورمال فورس بي التيميت وام التيميت واي، ام التيميت واي حوالين محور واي. في هذه الحالة لو أنا رسمت الكومبينيشنز بتاعة المومنت والنورمال فورس اللي يسببوا انهيار للقطاع، هلاقي عندي interaction curve برضو موجود عندي بالشكل دهوت، بس موجود في مستوى ال P ultimate مع ال M ultimate Y. أي نقطة تقع على هذا الكيرف تمثل كومبينيشن من ال P ultimate وال M ultimate Y اللي تسبب انهيار لهذا القطاع. طيب لو كان القطاع اللي عندي بيؤثر عليه M ultimate X و M ultimate Y في نفس الوقت بالإضافة إلى النورمال فورس اللي عندي، في هذه الحالة الكومبينيشنز اللي هتمثل نقط الانهيار ما بين ال P ultimate وال M ultimate X وال M ultimate Y بيجمعهم سطح دوراني تقريبا، أو سطح بيمثله الشكل اللي موجود قدامي ده. السطح ده هو بيقطع مستوى P ultimate و M ultimate X في الكيرف ده، بيقطع مستوى P ultimate و M ultimate Y في الكيرف ده، وبيقطع المستوى M ultimate X و M ultimate Y في الكيرف اللي موجود عندي ده. أي قطاع أفقي في الشكل اللي موجود عندي أو في السطح اللي موجود عندي هيكون في كيرف بالمنظر دهوت. أي قطاع رأسي بيمر بمحور P ultimate هلاقي في عندي منحنى بهذا الشكل. أي نقطة تقع على السطح اللي موجود قدامي اللي عامل زي البصلة ده، أي نقطة تقع على هذا السطح تمثل كومبينيشن للـ P ultimate و M ultimate X و M ultimate Y تسبب انهيار لهذا القطاع. التعامل مع السطح بشكله الحقيقي وبالمعادلات الحقيقية اللي بتمثله بيكون صعب شوية، نظرا لأن عندي ثلاث متغيرات والسطح بيكون معقد شوية، لكن في طرق تبسيطية وتقريبية بنستخدمها ومسموح بها في الكود بتسمح لي بتصميم القطاعات المعرضة إلى P ultimate زائد biaxial bending بطريقة مبسطة وسهلة، هنشوفهم مع بعض في المحاضرة بتاعت النهاردة. في جميع الأحوال إذا كانت أي من EX أو EY أقل من الـ E minimum بالنسبة للاتجاه اللي أنا بتكلم عليه سواء X أو Y، تهمل هذه الإكسنتريستي ويهمل المومنت اللي جاي منها، ويبقى بتكلم على الإكسنتريستي والمومنت اللي في الاتجاه التاني فقط. يعني ممكن يكون في قطاع عليه باي أكسيال بيندينج بس الإكسنتريستي اللي في اتجاه منهم صغيرة أقل من الإي مينيموم بتاعت هذا الاتجاه، هتهمل هذه الإكسنتريستي ويعامل القطاع كما لو كان عليه يوني أكسيال بيندينج. نشوف مع بعض الطرق التقريبية اللي موجودة في الكود بتقول إيه. الابروكسيمت ميثودز بتاعتنا هما في طريقتين، واحدة منهم بتستخدم إذا كان التسليح بتاع القطاع بتاعي متساوي على الأربع أوجه، والطريقة التانية بتستخدم إذا كان التسليح متساوي على كل جانبين متقابلين. هنشوف الطريقة الأولانية مع بعض دلوقتي. في حالة الريكتانجلر sections with equal reinforcement on all sides، إذا كان التسليح متساوي على الأربع جهات زي القطاع اللي موجود قدامي ده،
فإذا كان القطاع ده هوت، إذا كانت المحاور الرئيسية بتاعته محور X ومحور Y، بيؤثر عليه بالإضافة إلى النورمال فورس P ultimate، بيؤثر عليه MX حوالين محور X وMY حوالين محور Y. أبعاد القطاع الأرض بتاعه ده هوت B، والارتفاع بتاع القطاع الكلي A. البعد اللي هو يماثل البعد D، اللي هو المسافة من وش الخرسانة لحد الحديد اللي موجود في جانب الشد اللي في الناحية التانية، بالنسبة للبعد B هسمي المسافة دي B داش، وبالنسبة للبعد A هسميها A داش. يبقى كأن الA داش والB داش تمثل الD بالنسبة لكل اتجاه من اتجاهات القطاع. في هذه الحالة وفي الطريقة التقريبية دي، إذا كان القطاع عليه باي أكسل بيندينج وكان التسليح متساوي على الأربع جهات، فيمكن تصميم هذا القطاع على مومنت مكافئ، مومنت واحد بس مكافئ، إما X داش أو إما Y داش، على حسب الآتي ويحسب زي ما هنشوف دلوقتي. إذا كان الإما X هو الرئيسي، يعني المومنت إما X على A داش، خد بالك إما X بيلف حوالين محور X، الA داش هي كأنها الدي بتاعته، يبقى الام اكس على الاي داش اللي هي الدي بتاعته اكبر من الام واي على البي داش اللي هي الدي بتاعته. ادي ام واي اهو، وادي البي داش اللي هي الدي بتاعه المومنت ام واي. يبقى معنى كده ان المومنت ام اكس هو الام الرئيسي، يبقى هذا القطاع هيتم تصميمه على مومنت مكافئ في اتجاه ام اكس، هسميه ام اكس داش. ام اكس داش هيساوي ايه؟ هيساوي ام اكس الاصليه زائد ام واي اللي هو العزم اللي في اتجاه الثاني مضروب في نسبة A داش على B داش في بيتا. تعال نبص كده هوت على الرسمة. المومنت اللي عندي MX هو ده الM الرئيسي، يبقى المومنت المكافئ هيكون اسمه MX داش في اتجاه المومنت MX. بيساوي ايه؟ بيساوي MX الأصلي زائد MY، دي هحولها لاتجاه MX. هحولها ازاي؟ هاخد الMY واضربها في نسبة الA داش على B داش، يعني الام واي اقسمها على الدي بتاعتها اللي هي اسمها بي داش، واضربها في الدي التانية اللي هي رايحة لها اللي اسمها اي داش. يبقى ام واي هتضرب في اي داش على بي داش، وكمان هتضرب في معامل للتحويل اسمه بيتا، هنشوف دلوقتي بيتا بتساوي. طب اذا كان المومنت ام اكس على اي داش اصغر من او يساوي ام واي على بي داش، معناها ان الام واي هو الرئيسي هنا، هو ده الكبير، يبقى المومنت المكافئ هيكون في اتجاه واي وهسميه ام واي داش. هيساوي MY الأصلية زائد MX هتتضرب في نسبة الدي بتاعتي بي داش على A داش. نفس الكلام MX عشان أحولها لاتجاه Y، هقسم الـ MX على الدي بتاعتها اللي هي الـ A داش، واضربها في الدي اللي هي رايحة لها الـ B داش. يبقى هتقسم على A داش تضرب في داش، وبرده هتتضرب في بيتا. طب البيتا بتساوي إيه؟ بيتا بتساوي 9 من 10 ناقص RB على 2، والار بي هي البي التيمت على اف اس يو في بي في اي، اف اس يو في بي في اي اللي هي مساحه الخرسانه بتاعه القطاع. قيمه البيتا تكون اكبر من او تساوي 0.6، اقل من او تساوي 0.8. يعني لو البيتا طلعت اقل من 6 من 10 اخدها 6 من 10، لو طلعت اكبر من 8 من 10 اخدها 8 من 10، لو طلعت بينهم اخد قيمتها الحقيقيه طبعا لهذه المعادله. والقيم بتاعه بيتا لها جدول برضو موجود في الكود، اللي حب يستخدم الجدول على حسب قيم الار بي المختلفة قيمة البيتا موجودة عندي في الجدول ده. اللي عايز يستخدم الجدول ماشي، على حسب الار بي يجيب البيتا، اللي عايز يستخدم المعادلة مفيش مشكلة، بس طبعا يعيب الجدول في الحالة دي اذا طلعت قيمة الار بي قيمة بينية بين القيم اللي موجودة عندي دي، هتضطر تعمل استكمال لحساب قيمة البيتا. انا رايي الشخصي ان استخدام المعادله في الديزاين في الحاله دي هيته في حساب البيتا هو اسهل من استخدام الجدول، لكن طبعا كل واحد ياخد الحل اللي يريحه. طبعا لو انا بتكلم على التيميت ديزاين، يبقى في الحاله دي كل المومنتس اللي عندي ام اكس وام واي وام اكس داش هتتحول الى ام التيميت اكس وام التيميت واي وام التيميت اكس داش والكلام ده كله. يبقى كده قدرنا ان احنا نحسب العزم المكافئ. بمجرد ما حسبت العزم المكافئ اصبح القطاع اللي عندي معرض الى النورمال فورس في التيميت زائد العزم المكافئ ام التيميت اكس داش او ام التيميت واي داش. اروح للانتراكشن دايجرام او استخدم الام اس ميثود على حسب الاكسنتريستي اللي موجود عندي واصمم القطاع دوت. غالبا القطاعات اللي بتكون معرضه الى مومنت وباي اكسيال بيندينج بتكون قطاعات اعمده، وبالتالي في حاله التسليح المتساوي على الاربع جهات
اللي هو الشرط للطريقه دي، وهو الواقع اللي بيكون موجود عندي، بيبقى دايما الديزاين باستخدام الانتراكشن دايجرام. طالما كده كده انا هحط حديد متساوي على الاربع جهات، يبقى طبعا استخدام الانتراكشن دايجرام هو الانسب في هذه الحاله، حتى ولو كانت الاكسنتريستي لارج اكسنتريستي اكبر من اتش على 2. نشوف مع بعض مثال على هذا الكلام ونشوف هنطبقه ازاي. المثال بيقول لي design a reinforced concrete rectangular section، العرض بتاع القطاع بي ب 300 مللي with uniformly distributed steel، محدد لك ان التسليح بتاعه متساوي على الاربع جهات، وزي ما اتفقنا غالبا الكلام ده بيتم اختياره على حسب القطاع ده هو قطاع ايه من الاساس. فاذا كان قطاع عمود عليه باي اكسل بيندنج، فبيكون من المناسب اختيار تسليح متساوي على الاربع جهات. برضه بيبقى يكون ليها علاقه شويه بقيم الاكسنتريستيز اللي موجوده عندي، وهل الحقيقه بتاثر على الاتجاه الكبير ولا الاتجاه الصغير. لكن انا في المثال محدد لك في النهايه ان هو تسليح متساوي على الاربع جهات. علشان يقاوم بي التيميت ب 1500 كيلو نيوتن، واما التيميت اكس ب 300 كيلو نيوتن متر، واما التيميت واي ب 100 كيلو نيوتن متر. الخرسانه بتاعتي اف سي ب 25، والحديد الليل ستريس بتاعه ب 400. بدايه التصميم في حاجه زي كده اهوت ان انا الاول ابتدي احسب الاكسنتريستي زي اي مساله عليها مومنت ونورمال فورس، بس هنا هيكون عندي اكسنتريستي في اتجاهين. هبتدي احسب الاول اكسنتريستي في اتجاه اكس. اكسنتريستي في اتجاه اكس بتيجي ان المومنت حوالين محور واي، المومنت اللي بيلف حوالين محور واي بيديني اكسنتريستي تروح في اتجاه اكس. يبقى اي اكس بتساوي اما التيميت واي على بي التيميت. ادي المومنت واي على البي التيميت طلعت 0.067. الاكسنتريستي الثانيه اللي في اتجاه واي عباره عن اما التيميت اكس على بي التيميت تطلع 0.2 متر. طبعا واضح من قيم الاكسنتريستي دي ان هي غالبا هتكون اكبر من الاي مينيمم في الاتجاهين. ما اعتقدش ان القطاع بتاعي هيكون اكبر من المتر مثلا، بحيث ان الاي مينيمم 5 من 100 اتش تبقى الاكسنتريستي بتاعتي ده اقل منها. انا معنى كده ان انا عايز قطاع اكتر من متر و30 او متر و40، يعني غالبا القطاع مش هيكون الى هذه الدرجه، وبالتالي الاكسنتريستيز اللي عندي دي كبيره بما فيه الكفايه ان هي تكون اكبر من الاي مينيم. تصميم القطاع التو مومنتس هيكونوا غالبا متاخدين في الاعتبار عندي. بالنسبه للابروكسيميت سكشن برضو واضح طبعا من قيم الاكسنتريستي اللي عندي ما هياش كبيره قوي بحيث انها تكون لارج اكسنتريستي، غالبا القطاع اللي عندي هيكون اشبه بقطاع العمود. نشوف المساحه التقديريه والطريقه التقريبيه لحساب ابعاد العمود، ان مساحه العمود اللي موجوده عندي بتساوي البي التيميت مقسوم على اجهاد متوسط من 0.2 ل 0.4 في اف سي يو. ادي البي التيميت 1500 على قيمه متوسطه 0.3 في اف سي يو. الكلام ده بيساوي مساحه القطاع، العرض 300 كان جيفن والارتفاع الاخر ايه. تطلع الـ A 666، يبقى هقول تراي سكشن 300 في 700. ادي السكشن بتاعي اللي هو 300 في 700. طبعا هو ما حددليش اي مومنت بيأثر على اي اتجاه، بس الشيء المنطقي ان انا عشان اوفر في التسليح بتاعي اخد المومنت الكبير اللي هو 300 بيأثر على البعد 700، واخد المومنت الصغير اللي هو 100 بيأثر على البعد 300، ويبقى عندي محور اكس اهو ومحور واي اهو، وادي المومنت ام اكس الكبير بيؤثر على البعد الكبير اللي موجود عندي. المسافه من وش الخرسانه لحد الحديد اللي موجود في جانب الشد في الجانب الاخر بالنسبه لاتجاه بي هسميها بي داش، وبالنسبه لاتجاه اي هسميها اي داش. ده الفرض المبدئي بتاع القطاع اللي عندي، وابتدي بعد كده اشوف الباي اكسل بيندنج اللي عندي ازاي احوله الى اكويفالنت يوني اكسل بيندنج. عشان اعمل الكلام ده المعادله بتاعه التحويل فيها البيتا، والبيتا بتعتمد على الار بي، فانا هبتدي في الاول احسب الار بي بي التيميت على اف سي يو في بي في اي. ادي بي التيميت اهي على اف سي يو في بي في اي ابعاد القطاع طلعت بهذه القيمه، منها احسب البيتا بتساوي 9 من 10 ناقص ار بي على 2. ادي 9 من 10 ناقص ار بي اللي انا حسبتها على 2 طلعت 0.76. القيمه دي ما تنساش تكون اكبر من ال 0.6 واقل من ال 0.8، يبقى هي كده تمام. زي ما قلنا لو كانت اقل من 0.6 هاخدها 0.6، لو اكتر من 0.8 هاخدها 0.8. بعد ما حسبت البيتا ابتدي اشوف مين فيهم الاتجاه الرئيسي اللي موجود عندي، علشان اشوف اي مومنت او المومنت الايكويفالنت هاخده حوالين اني محور. عشان اعمل الكلام ده هقسم كل مومنت على الدي بتاعته،
ام التيميت اكس، ادي ام التيميت اكس في الاتجاه ده مقسومه على دي بتاعته اللي هي الاي داش، يبقى ام التيميت اكس على دي داش. المومنت ام التيميت 300 دي داش الاي داش اسف اللي هي بتساوي البعد اي واشيل منه 40 مللي مثلا تحتها. يبقى اذا كانت دي 700 هشيل 40 مللي يبقى 660. بما اني عوضت هنا عن الام التيميت اكس بالكيلو نيوتن متر، يبقى اعوض عن الاي داش بالمتر تبقى 0.66، تطلع القيمه دي 455. ام التيميت واي على البي داش، المومنت اللي هو بيلف حوالين محور واي على الدي المناظره له اللي هي بي داش، اللي هي هشيل 40 مللي من ال 300 تبقى 260. يبقى دي ام التيميت واي ب 100 على دي داش ال 300 هشيل منها ال 40 تبقى 260 اللي هي 0.26 بالمتر، تطلع 385. واضح من القيمتين دول ان ام التيميت اكس على اي داش اكبر من ام التيميت واي على البي داش، يعني المومنت في اتجاه اكس هو ده المومنت الرئيسي. وبالتالي القطاع ده هيتصمم للبي التيميت وعزم مكافئ ام التيميت اكس داش. بتتحسب ازاي ام التيميت اكس داش؟ بتساوي ام التيميت اكس الاصليه زائد ام التيميت واي اللي هي دهيت. عشان احولها لاتجاه اكس بضربها في حاجتين، بضربها في بيتا وبضربها في قيمه الاي داش على البي داش. هقسم الام التيميت واي على البي داش اللي هي الدي بتاعتها واضرب في دي اللي في الاتجاه الاخر اللي هي الاي داش، يبقى اي داش على بي داش في بيتا. تعال نعوض. الام التيميت اكس ب 300، البيتا 0.76 انا حسبتها، الاي داش 0.66 على البي داش 0.26، تقدر تجيبهم من الرسمه قدامك بسهوله. مضروب في الام التيميت واي اللي هي ب 100 يطلع العزم المكافئ 493. اصبح القطاع اللي عندي بالشكل ده، عرضه 300 وارتفاعه 700، بيأثر عليه مومنت في اتجاه واحد بس ام اكس اسمه ام التيميت اكس واي اكس داش، مومنت حوالين محور اكس اللي هو ام التيميت اكس داش بيساوي 493. هخش الانتراكشن دايجرام واجيب التسليح الموجود لهذا او المطلوب لهذا القطاع. عشان ادخل الانتراكشن دايجرام محتاج المسافه زيتا اللي هي نسبه المسافه بين الحديد اللي فوق والحديد اللي تحت والبعد الكلي. هشيل 80 مللي من ال 700 يبقى فاضل 620. الحديد اللي عندي يونيفورم ستيل، ده شرط من المساله من الاول خالص كان جيفن عندي، وهو ده اللي بيخليني احل بالطريقه دي اصلا، لان لو ما كانش يونيفورم ستيل ما كنتش هحل بالايكوفالنت مومنت زي ما بعمل دلوقتي. هحسب زيتا 620 على 700. عشان اخش الانتر اكشن دايجرام محتاج الكي والكي في اي على تي. ادي الكي بي التيميت على اف اس يو في بي في اي، كل حاجه معلومه عندي. كي في اي على تي، ادي الكي اللي انا حسبتها في اي. خد بالك انا باخد الاي للمومنت الجديد ام التيميت اكس داش، مش الاي اللي حسبتها في الاول بتاعت ام التيميت اكس. خلاص انسى بقى الام التيميت اكس والام التيميت واي الاصليين، انا بتعامل دلوقتي مع عزم مكافئ ام التيميت اكس داش، يبقى لازم احسب له الاكسنتريستي بتاعته اللي هي 493 اللي هو الام التيميت اكس داش على البي التيميت اللي ب 1500. ده هيديني الاي بتاعت القطاع مقسوم على الارتفاع بتاع القطاع التي، او بالنسبه للكيس بتاعتي هنا التي هي عباره عن الاي، يبقى 0.7. تطلع دي القيمه دهيت. هنا الزيتا كانت ب 89 من 100، يبقى مضطر ان انا ادخل انتر اكشن دايجرام مرتين، مره الزيتا 0.8 ومره الزيتا 0.9، وفي كل واحده فيهم هجيب الرو وبالاستكمال اجيب الرو المطلوبه للقطاع بتاعي. من الانتر اكشن دايجرام بتاعي للحديد 400 هروح لزيتا 0.9، جبت الرو طلعت ب 8.7، عند الزيتا 0.8 جبت الرو طلعت ب 10، عند الزيتا 89 من 100 بالاستكمال جبت الرو طلعت 8.8. احسب الميو توتال عباره عن رو في اف اس يو في 10 ناقص 4 طلعت 0.022، يعني 2.2%. طبعا 2.2% تعتبر نسبة تسليح عالية شوية مش اقتصادية، وبالتالي الفرض بتاع القطاع بتاعي ما كانش مناسب، محتاج ان انا اكبر القطاع شوية عشان اقلل التسليح اللي موجود فيه. وبالتالي هجرب سيكشن 300 في 800 واعيد كل الحسابات اللي فاتت من تاني، من اول فرض السيكشن الجديد 300 في 800 ابتدي تاني اراجع كل الحسابات بتاعتي. هحسب الار بي من جديد، بي التيميت على اف اس يو في بي في اي، واخدت الاي 800 اللي هي الجديدة طلعت بالقيمه دي. هحسب منها البيتا الجديده، ادي البيتا الجديده اهي، وبرده اتاكد انها بين ال 0.6 و 0.8 والا اخد الليميتنج فاليوز بتاعتي. ارجع تاني اقرر مين الاتجاه الرئيسي ومين اللي هحول عليه المومنت، لربما اختلاف بعد القطاع يغير وضع الاتجاه الرئيسي بتاعي.
اما التيمت اكس على اي داش واما التيمت واي على بي داش طلع 395 384. لا زالت اما التيمت اكس على اي داش هي الكبيره، يبقى لا زال الاتجاه الرئيسي هو اتجاه المومنت حوالين محور اكس، وهيتم تصميم القطاع ده للبي التيمت مع اما التيمت اكس داش. احسب ام التيمت اكس داش بنفس المعادله، ام التيمت اكس زائد بيتا في اي داش على بي داش في ام التيمت واي، عوض بالقيم الجديده ام التيمت اكس هي هي، اخد بيتا الجديده 0.775 مضروبه في اي داش الجديده بقت 0.76 لان القطاع بقى 0.8 ارتفاعه على 0.26 بي داش، مضروبه في ام التيمت واي طلع 527 كيلو نيوتن متر، اختلف طبعا عن القيمه اللي فاتت. هحسب زيتا للقطاع الجديد، ادي القطاع اللي موجود عندي اهو، وادي القطاع اللي عليه الايكويفالنت مومنت ام التيمت اكس داش. القطاع ارتفاعه بقى 800، المسافه بين حديدين بقت 720، والمومنت اللي عندي اهو. هحسب زيتا 720 على 800 تطلع 0.9. هحسب الكيل الجديده بي التيمت على اف اس يو في بي في اي، ما تنساش دي بقت 800، طلع عندي كي جديده. كي في اي على تي، ادي الكي اللي حسبتها، والاي تيجي من المومنت الجديد اما التيمت اكس داش 527 على بي التيمت ب 1500 على تي بتاعت القطاع بقت 800.8. هنا طالما بتكلم بالكيلو نيوتن متر والكيلو نيوتن، يبقى اقسم هنا هو بالمتر، طلعت ب 0.11. اروح للانتر اكشن دايجرام، في حاله الحديد ب 400 وفي حاله الزيتا 0.9 جاهز على طول، هروح مره واحده واجيب منها الرو تطلع ب 6، اجيب منها الميو تطلع 0.015 يعني 1.5%. 1.5% اكبر من الميو مينيمم 8.10%، وتعتبر ما هيش قيمة عالية قوي، ما وصلتش للقيمة من غير اقتصادية، اتفقنا لحد 1.5 أو 2 بالكتير ممكن ان احنا نعتبرها ماشية، وبالتالي نسبة التسليح 1.5% هعتبرها معقولة جدا. هجيب الحديد بقى المطلوب عندي ميو في بي في اي، جبت الحديد المساحة الكلية، اختار الحديد ده هو يقبل القسمة على 4 من ناحية عدد الاسياخ، يبقى 16 × 18، اداني التسليح الكلي بتاع القطاع. ده رسم القطاع اللي موجود عندي النهائي، ابعاده 300 × 800، وادي التسليح 16 × 18. زي ما احنا فاكرين عشان ارسم 16 × 18 هقسم 16 على 4، يطلع عندي 4 اسياخ في كل جنب، يبقى هرسمهم اشوف على السايت كده 5، عشان ده نص وده نص، ويبقى هنا 1 2 3 مع النص والنص، يبقى هما دول الاربعة بتوعي اللي انا عايزه. او ان انا اخد ال 16 دول احط منهم 4 في الاربع تركان، اشيلهم من ال 16 يبقى فاضل 12، اقسم ال 12 على الاربعة يفضل في 3، يبقى احط هنا هو 3 وهنا 3 وهكذا في كل جنب اخر. ده كده القطاع بتاعي النهائي. الطريقة التانية التقريبية في الديزاين بتستخدم في حالة rectangular sections with equal reinforcement on opposite sides. يعني لو القطاع اللي عندي بالشكل ده هو العرض بتاعه B والارتفاع بتاعه A، ادي محور X وادي محور Y، بيأثر عليه MX وبيأثر عليه MY، فالحديد اللي محطوط في الجنب ده هو والحديد اللي محطوط في الجنب ده area steel X وarea steel X dash، ده قد ده. الحديد اللي في السايد ده هو بيساوي الحديد اللي في السايد ده اللي هو area steel y و area steel y dash، يبقى الجنب ده وده زي بعض، وده وده زي بعض، بس ده وده ما بيساووش بعض. في الحالة ده هي الطريقة التقريبية، شرط لاستخدامها ان يكون عندي ال p ultimate على f c و b في a اللي هي اللي سميناها r b قبل كده، دي تكون اقل من او تساوي ال 0.4. اذا الشرط ده هو اتحقق يجوز استخدام الطريقة التقريبية اللي هقولها دلوقتي. طب واذا الشرط ده ما اتحققش يبقى الطريقة التقريبية دي ما تنفعش، ولازم نروح لطريقة اكثر دقة. في طرق موجودة كتير لتصميم القطاعات بالشكل ده هوت، لكن احنا مش هنتطرق اليها في الكورس بتاعنا، وهنكتفي بالطريقتين التقريبيتين اللي انا قلت واحدة فيهم والتانية هتكلم فيها دلوقتي. طيب في حالة ما يكون القطاع معرض إلى P ultimate و M ultimate X و M ultimate Y، والتسليح بتاعي على كل جانبين متقابلين متساويين، ويجوز أو والشرط بتاع الطريقة التقريبية متحقق، الطريقة بتقول إيه؟ الطريقة بتقول هصمم القطاع ده هو على مرتين، مرة لـ P ultimate و M ultimate X داش عزم معدل في اتجاه X X داش، ومرة تانية هصمم القطاع اللي عندي للبي ألتيميت هي هي بس مع الام ألتيميت واي داش
اللي هو العزم في اتجاه واي المعدل، كل واحده منهم بتديني الحديد بتاعها. يعني بي التيمت مع ام التيمت اكس داش هتديني ادي ام التيمت اكس، يبقى لما هعدلها هتبقى ام التيمت اكس داش هيديني الحديد اريا ستيل واريا ستيل داش اللي فوق واللي تحت. المره الثانيه هصمم القطاع مره ثانيه باستخدام نفس البي التيمت مع ام التيمت واي داش المعدله، من هحسب اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش، وبعدين اجمع الحديدين واحطهم مع بعض على القطاع، يبقى القطاع النهائي عندي هيقدر يشيل بي التيمت وام التيمت اكس وام التيمت واي. خد بالك ام التيمت اكس داش وام التيمت واي داش اللي موجودين عندي هنا مش ايكويفالنت مومنتس زي الطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه كنت بحسب ام التيمت اكس داش او ام التيمت واي داش، وهو ده ايكويفالنت مومنت للاثنين مع بعض. بصمم مره واحده للنورمال فورس مع العزم المكافئ واجيب التسليح الكلي اليونيفورم. في الطريقه دي انا بحول المومنت اللي عندي الى موديفايد مومنتس، عزم معدل ام التيمت اكس داش وام التيمت واي داش، واصمم القطاع مرتين، مره للبي التيمت مع ام التيمت اكس داش المعدله عشان اجيب الحديد اريا ستيل اكس واريا ستيل داش، مره ثانيه اصمم نفس القطاع للبي التيمت والام التيمت واي داش المعدله علشان اجيب الحديد اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش، واجمع الاثنين على بعض في الاخر. طب الام التيمت اكس داش او الام التيمت واي داش بتساوي ايه؟ التعديل بتاعي ان ام التيمت ام التيمت او ام اكس داش سواء او ام التيمت اكس داش هي هي بتساوي الام اكس مضروبه في الالفا بي، معامل التحويل بتاعي الفا بي او معامل التعديل بتاعي الفا بي. الاتجاه الثاني ام واي داش برضو ام واي داش عباره عن ام واي الاصليه مضروبه في نفس المعامل الفا بي. الفا بي بيتحسب منين؟ من الجدول اللي موجود قدامي ده، على حسب قيمه الار بي وعلى حسب قيمه النسبه بين ام اكس على اي داش على ام واي على بي داش او ام واي على بي داش على ام اكس على بي داش، الاصغر من الاثنين دول هتاخد النسبه الصغيره، كانه المومنت الصغير على الكبير، بس المومنت منسوب للبعد بتاعه والمومنت منسوب للبعد بتاعه. على حسب القيمه الاصغر منهم قيمتها بتساوي كام؟ ابتداء من 0 لحد 1، 0 33 من 100 0.5 و1. هنا الار بي من 0 0.1 0.2 0.3 لحد 0.4، اكتر من 0.4 الطريقه دي اصلا مش مسموح بيها. وبالتالي على حسب النسبه دهيت وحسب الار بي هتطلع من هنا اهوت قيمه المعامل اللي هو الفا بي. اخد الفا بي اضربه في ام اكس اجيب ام اكس داش، اضربه في ام واي اجيب ام واي داش، وتتقسم المساله عندي الى مسالتين كل واحده منهم زي اللي اخدناها قبل كده، مومنت ونورمال فورس والمومنت حوالين اتجاه واحد فقط. نشوف مثال لهذا الكلام. المثال بيقول design a reinforced concrete rectangular section والعرض بتاع القطاع B ب 300 with symmetrical steel on opposite sides، يعني الحديد متماثل على كل جانبين متقابلين. To resist P ultimate ب 1200 و M ultimate X ب 500 و M ultimate Y ب 100 وال FCU معروفة ب 25 والحديد بتاعي ب 400. الحل بتاعي التقليدي برضو ان انا بحسب الاكسنتريستي في كل اتجاه، EX بتساوي MY على P اهي طلعت بالقيمة دي، EY بتساوي MX على P طلعت بالقيمة دهيت. طبعا واضح ان القيمتين الاكسنتريستي بتاعتهم ما هي مش صغيرة قوي، وبالتالي ما فيش حاجة فيهم ممكن ان انا اهمل. زي ما اتفقنا القطاع اللي عليه بيني مومنت غالبا باي اكسيال مومنت غالبا بيكون قطاع عمود، وبالتالي هحسب القطاع التقريبي بتاعي ان مساحة الخرسانة بتساوي P ultimate على قيمة متوسطة بين ال 0.2 وال 0.4 FCU. العرض بتاع القطاع بي ب 300 معلوم مضروبه في ايه اللي انا بدور عليها بتساوي البي التيمت 1200 على 0.3 في اف سي يو ب 25 طلع 533، هقول تراي سيكشن 300 في 600. يبقى القطاع عندي اهو عرض 300 ارتفاع 600، ادي محور اكس وادي محور واي، البديهي ان انا اخد المومنت الكبير مناظر للارتفاع الكبير والمومنت الصغير اللي هو ال 100 مناظر للبعد الصغير اللي هو ال 300. ما لم يكون محدد عندي ان في مومنت معين بيأثر على بعد معين، فاذا كان انا ليا حرية الاختيار في تصميم القطاع يبقى دايما اخد البعد الكبير مع المومنت الكبير. نشوف هنحول المومنتس اللي موجودة عندي الى موديفايد مومنتس ازاي، ونصمم القطاع ونحسب التسليح ازاي.
علشان اروح للطريقه التقريبيه لازم اتاكد من الشرط بتاعي، هحسب الار بي في التيمت على اف اس يو في بي في اي، طلع 0.267 اقل من 0.4 يبقى استخدام الطريقه التقريبيه مسموح به وممكن. عشان احدد قيمه معامل التحويل بتاعي الفا بي يبقى محتاج احسب النسبه ام التيمت اكس على اي داش على ام التيمت واي على بي داش. خد بالك كل مومنت بيتقسم على الاي داش او البي داش اللي هي تعادل الدي بتاعه هذا المومنت. ام التيمت اكس ادي ام التيمت اكس بتلف حوالين محور اكس، يبقى الارتفاع بتاعي هو ده هوت، يبقى الاي داش اللي هي 600 ناقص 40 مللي. يبقى ام التيمت اكس على اي داش، ادي ام التيمت اكس ب 500 على الاي داش اللي هي 0.56 شلت منها 4 سنتي 40 مللي، على ام التيمت واي على بي داش، ام التيمت واي كان ب 100 على البي داش البعد بي كان ب 300 شيل منه ال 40 يبقى 260، يبقى هنا 0.26 طلعت 2.32 من 100. اقلب النسبه دهيت عشان احنا بناخد الصغيره اللي فيهم، يبقى ام التيمت واي على بي داش على ام التيمت اكس على اي داش. طالما قلبت النسبة دي يبقى اخد الرقم ده واقلبه على طول، 1 على 2.32 من 100 طلعت 0.43، يبقى هاخد القيمة الأصغر منهم اللي هي 0.43، واروح للجدول اللي بيحسب لي الألفا بي. هلاقي عندي في الجدول ده هوت قصاد نسبة المومنتس دهيت هتلاقي 0.33.51، أنا عايز 0.43 هي بين ال 0.33 وال 0.5. بالنسبة للآر بي كانت 267 من 1000، أنا عندي ار بي من 0.1.2 و 0.3.4، أنا عندي 0.267 يبقى بين ال 0.2 وال 0.3، يبقى أنا عايز أعمل استكمال بين القيمتين دول وعايز أعمل استكمال بين القيمتين دول. قصاد ال ار بي 0.2 كان قصاد ال 0.33 القيمة في الجدول أهي، وقصاد ال 0.5 القيمة اللي في الجدول أهي. قصاد ال ار بي 0.3 كانت قصاد ال 0.33 كانت القيمة اللي في الجدول دي وكانت القيمة اللي في الجدول دهيت. أنا عايز القيمة اللي في النص هنا أجيبها إزاي؟ هعمل استكمال ثلاث مرات. هاجي قصاد ال RB ب 0.2، هشوف قصاد ال RB 0.2 عند ال 0.33 أنا كنت عارف الألفا بي، وعند ال 0.5 عارف الألفا بي. بالاستكمال بين القيمتين دول هجيب قيمة الألفا بي اللي هي 1.44 قصاد ال 0.43. نفس الكلام هعمله بالنسبه للار بي 0.3، عندي القيمه دهيت وعندي القيمه دهيت، بالاستكمال بينهم هجيب القيمه اللي في النص دي اللي هي 1.31 دي قصاد ال 0.43. بعد كده اشوف الاتجاه الرئيسي قصاد ال 0.43، انا عارف عند الار بي 0.2 جبت قيمه الالفا بي، وعند الار بي 0.3 انا عندي قيمه الالفا بي، يبقى انا عايز في النص بينهم عند ال 0.267، يبقى بالاستكمال بين القيمه دي والقيمه دهيت اجيب قيمه الار بي عند ال 0.267، هجيب قيمه الالفا بي طلعت 1.35. كان ممكن واحد يعمل استكمال بين دي ودي يجيب القيمه دي، وبين دي ودي يجيب القيمه دي، وبعدين بين القيمه اللي هنا والقيمه اللي هنا يعمل استكمال بينهم يجيب اللي في النص، هي هي تقريبا هتجيب تقريبا نفس الرقم، مفيش مشكله كده صح وكده صح برضه. يبقى انا كده جبت الالفا بي ب 1.35، هجيب منها المومنتس المعدلة ام التيمت اكس داش وام التيمت واي داش، هضرب كل مومنت فيهم في قيمة الالفا بي، يبقى ال 500 في الالفا بي وال 100 في الالفا بي، جبت ام التيمت اكس داش ب 675 وام التيمت واي داش ب 135. كده المسألة عندي اتقسمت إلى مسألتين. المسألة الأولى هي ال بي التيمت ب 1200 وال ام التيمت اكس داش ب 675. القطاع عندي هيبقى بالشكل ده، عرضه 300 ارتفاعه 600 المومنت ام التيمت اكس داش بقى 675، وانا عايز احسب التسليح اللي فوق واللي تحت بس عشان يشيلوا هذا المومنت، يبقى بستخدم دبلي رينفورسد سكشن، لان الحديد اللي في الجنب ده والجنب ده بتوع الام التيمت واي ماليش دعوه بيهم دلوقتي، مش هيشتغلوا معايا في مقاومه الام اكس. المسافه بين الحديدين شيل 80 مللي من 600 يبقى 520، واشتغل الشغل العادي خالص اللي احنا عارفينه من المحاضرات اللي فاتت بالانتر اكشن دايجرام، لان الحديد اللي فوق بيساوي اللي تحت، يبقى بالتاكيد هشتغل بالانتر اكشن دايجرام. الزيتا بتساوي 520 على 600 طلعت 0.87، هحسب الكي بي التيمت على اف اس يو في بي في اي، هحسب كي في اي على تي، ادي الكي اللي حسبتها في اي، ما تنساش مش الاي الاصليه، الاي بتاعت الام اكس داش اللي انا لسه ما حسبتهاش، يبقى ام التيمت اكس داش على بي التيمت هجيب الاي الاكسنتريستي مقسوم على ارتفاع القطاع
بالمتر هنا، لاني بعوض هنا بالكيلو نيوتن والمتر، يبقى 0.6 طلع 0.25. هروح للانتراكشن دايجرام، مره قصاد زيتا 0.9، مره قصاد زيتا 0.8، وهجيب الرو اللي انا محتاجها في كل واحده فيهم. بالاستكمالي بقى قصاد زيتا 0.87 جبت الرو طلعت ب 7.1، هجيب منها الميو طلعت ب 0.018 يعني 1.8%. ما تنساش ان دي نسبه التسليح الموجوده في جانب واحد بس، في الدبل رينفورسد دي هتديني نسبه التسليح بتاعت اريا ستيل اكس. اريا ستيل اكس داش هتكون زيها، يبقى هتضرب في 2 النسبه دي، يبقى انا بتكلم على 3.6%. ده مش بس كده، ده كل ده التسليح المطلوب للمومنت ام التيميت اكس داش. لسه المومنت ام التيميت واي داش هيحتاج له تسليح كمان في الجانبين التانيين اللي هنا واللي هنا، اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش. يبقى انا متوقع ان نسبه التسليح اللي موجوده عندي الكليه هتزيد كمان عن 3.6%، ممكن توصل ل 5 او 6%. طبعا نسبه عاليه جدا بالتاكيد مش اقتصاديه، لا داعي ان انا اكمل الحل واحسب الباقي، لان واضحه من اولها اذا كان التسليح اللي في جنب واحد بس طلع 1.8% والجنب التاني هيكون زيه والاتنين اللي فاضلين هيكون لسه فيهم تسليح، فالموضوع هيزيد قوي. يبقى من البدايه كده اهوت واضح ان السكشن ده صغير جدا ومش هينفع ولازم اكبره. عشان كده كبرت السكشن واخترته 300 في 1000. انا ما زودتش حاجه بسيطه، ما زودتش ال 300 في 600 وخليته 300 في 700، لان واضح نسب التسليح انا متوقع تطلع ارقام كبيره جدا 5 او 6% الكليه، وبالتالي انا ما ينفعش ازود زياده بسيطه والا هلاقي نسبه التسليح حتى لو انخفضت شويه عن ال 6% وال 5% بقت 4% بقت 3% لسه برضو كبيره. فعشان انا عايز اخفض نسبه التسليح كتير، فانا هزود التسليح اللي عندي كتير قوي، هزود ابعاد القطاع اللي عندي زياده كبيره شويه. طبعا الكلام ده بيجي بالخبره، لكن لو انت زودت مره ما طلع مش كفايه هتضطر تعمل سايكل ثالثه وتزود كمان مره. يبقى تراي سيكشن 300 في 1000، اصبح السيكشن الجديد بتاعي اهو، عرضه 300 وارتفاعه 1000، لازال المومنت الكبير بيأثر على البعد الكبير اللي هو اما التيميت اكس ب 500 واما التيميت واي ب 100 بيأثر على البعد الصغير. ونعيد الخطوات بتاعتنا اللي فاتت تاني. هحسب الار بي، بي التيميت على اف اس يو في بي في اي جديده طلعت 0.16. طبعا بعد ما كبرت القطاع الار بي هتقل، هي برضو اقل من 0.4، يبقى الطريقه التقريبيه يجوز استخدامها. هحسب نسب العزوم اللي موجوده عندي عشان اخد الصغيره اللي فيها، اما التيميت اكس على اي داش على اما التيميت واي على بي داش. ادي الابعاد اللي موجوده عندي نظرا للقطاع، شلت زي ما قلت في الاي داش والبي داش بشيل 40 مللي من البعد الكلي، طلعت بواحد 35%. النسبة المعكوسة أو المقلوبة بتاعتها تطلع 74%، يبقى هي ال 74% دي اللي أنا هاخدها ومحتاجها. هدخل برضو في الجدول بنفس الطريقة، قصاد نسبة المومنت ال 74% هتبقى بين ال 0.5 وبين ال 1، والار بي بتاعتي 0.16 هي بين ال 0.1 وبين ال 0.2، هعمل برضو استكمال 3 مرات واجيب الألفا بي طلعت بواحد 48%. هجيب المومنتس المعدلة، هضرب الالفا بي في كل مومنت موجود عندي، ام اكس وام واي هضربها في 1.48، جبت المومنتس الجديده 740 و148. ابتدي اخد كل مومنت منهم لوحده مع النورمال فورس، وتتقسم المساله عندي الى مسالتين، المساله الاولى منهم فور بي التيميت ب 1200 وام التيميت اكس داش بال 740. ادي القطاع اللي موجود عندي اهو، عليه ام التيميت اكس داش ارتفاعه 1000، المسافه بين الحديدين 920، هحسب له الزيتا بتاعته 920 على 1.92، هحسب الكي بي التيميت على اف اس يو في بي في اي، هحسب الكي في اي على تي اللي هي ادي الكي في الاي اللي هو المومنت على النورمال فورس على ارتفاع القطاع، طلعت بهذه القيمه. هروح برضو للنورماليزد انتراكشن دايجرام قصاد الزيتا ب 0.9، هنا الزيتا 0.92، فهضطر اروح لل 0.9 وال 0.8 واعمل استكمال للخارج عشان اجيب ال 0.92. يبقى قصاد زيتا ب 0.9 طلعت 1.6، قصاد زيتا ب 0.8 طلعت 1.7، قصاد زيتا ب 0.92 طلعت 1.58. منها هجيب الميو طلعت 0.004. النسبة دي معقولة جدا، 0.004 اريا ستيل اكس، لو انا جبت اريا ستيل اكس داش يبقى هضربها في 2 عشان يبقوا الاثنين مع بعض تطلع 0.008، هضيف عليها الحديد اللي هيجي في اتجاه واي، اذا كان اتجاه اكس هو الرئيسي محتاج نسبه التسليح دي، فالمتوقع في اتجاه واي تطلع اقل شويه، يعني نسبه التسليح هتزيد شويه عن ال 0.004
8%، ممكن تطلع مثلا 1.2 و3 و4، كل دي نسب مقبولة وجميلة جدا، مفيش مشكلة فيها مبدئيا، وبالتالي اقدر اكمل الحل بتاعي. قبل ما اكمل الحل اخلص من الاتجاه اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، بعد ما جبت نسبة التسليح الميو بتاعتي اللي هي 0.004 اجيب مساحة الحديد المطلوبة area steel x بتساوي area steel x داش بتساوي ميو في بي في اي، ادي ميو في بي في اي تطلع 1200 مليمتر مربع. يبقى كده جبت مساحة الحديد المطلوبة لحديد area steel x و area steel x داش. اروح للمسألة التانية اللي فيها نفس البي ألتمت 1200 مع ام ألتمت واي داش، المومنت اللي في الاتجاه التاني ده اللي هو 148. هيبقى القطاع عندي بالشكل ده، نفس العرض 300 نفس الارتفاع 100، بس بتكلم عن المومنت في اتجاه واي ام ألتمت واي داش ب 148. الحديد هيتحط دبل رينفورسد سكشن في الاتجاه ده والاتجاه ده اللي هم اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش. المسافة بين الحديدين هشيل 80 مللي من 300 تبقى 220، هحسب الزيتا، هحسب الكي، هحسب الكيف اي على تي بنفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، واروح للنورماليزد انتر اكشن دايجرام مره قصاد البوينت 8 ومره قصاد البوينت 7 بالنسبه للزيتا علشان اجيب الرو. طلعت الرو هنا بواحد والرو هنا بواحد، يبقى اكيد بالاستكمال بينهم هتطلع بواحد، ومنها الميو هتطلع 0.0025. يبقى اريا ستيل واي مع اريا بتساوي اريا ستيل واي داش بتساوي الميو في بي في اي، ادي الميو في بي في اي تطلع 750 ملي. عشان اراجع نسبة التسليح الكلية اللي موجودة في القطاع، يبقى التوتال رينفورسمنت عبارة عن اريا ستيل اكس مضروبة في 2 عشان اريا ستيل اكس واريا ستيل اكس داش، زائد اريا ستيل واي مضروبة في 2 لانها اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش، تطلع المساحة الكلية المطلوبة للقطاع 3900 ملي، اقسمها على مساحة القطاع عشان اجيب نسبة التسليح الكلية، طلعت 1.3%. طبعا نسبة 1.3% مقبولة جدا، هي أكبر من المينيموم اللي هو 8% وما وصلتش للقيم الغير اقتصادية اللي هي بتتجاوز 1.5% تقريبا. يبقى كده أقدر أعتبر إن حسابات التسليح بتاعتي انتهت، ودلوقتي أروح عشان أختار الحديد. بالنسبة لأريا ستيل إكس وأريا ستيل إكس داش هختارهم 1200 مليمتر مربع، هختارهم 5 فاي 18. 5 فاي 18 تديني مساحة 1270، يبقى اريا ستيل اكس بتساوي اريا ستيل اكس داش بختارهم 5 فاي 18. لما اجي اوقعهم هنا اهوت، ما تنساش ان السيخ اللي في الركن ده والسيخ اللي في الركن ده، ده نصه بيشتغل مع اريا ستيل اكس ونصه بيشتغل مع الاريا ستيل واي، يبقى هنا في نص سيخ وهنا في نص سيخ، انا عايز الاجمالي كلهم 5، يبقى فاضل 4 سياخ اوزعهم في النص بالشكل ده. يبقى زي ما احنا متعودين لو انا محتاج هنا 5 اسياخ بزود واحد وارسم قدامي 6 اسياخ عشان اللي في الاركان دول بيبقوا نص سيخ بس. اشوف اريا ستيل واي، اريا ستيل واي واريا ستيل واي داش كل منهما بتساوي 750 ملي. لما اجي اختارهم انا هنا في اتجاه واي، انا اوريدي هنا في نص سيخ موجود ونص سيخ موجود تحت شغالين مع اتجاه واي، اشيل مساحة السيخ اللي هو الواحد فاي 18 اللي هو نص سيخ فوق ونص سيخ تحت من 750، واشوف المساحة اللي فاضلة كام، اختارها اسياخ اوزعها على الجنب الطويل بتاع العمود هنا. لو انا شلت مساحة سيخ فاي 18 من 750 وشفت الباقي، بقيت المساحة هلقيت ان انا محتاجها 3 فاي 16، يبقى هتحط هنا 1 2 3 فاي 16، واراعي ان المسافة بين الاسياخ لا تتجاوز القيم القصوى بالنسبة للاعمدة اللي هي 250 ملي. يبقى اذا ده الترتيب النهائي للقطاع بتاعي وللتسليح اللي موجود فيه، في هنا 6 فاي 18 فوق، هنا في 2 فاي 16 لان في واحد هنا 16 وواحد 16 الناحيه الثانيه، وهنا زيهم وهنا زيهم، و5 فاي 18 موجودين تحت. كده يبقى القطاع النهائي بتاعي 300 في 1000 بالتسليح اللي مرسوم قدامنا تحت. بكده يبقى شفنا ازاي نصمم قطاع عليه باي اكسيال بيننج في الحالات المختلفة العملية اللي ممكن تقابلنا، وشفنا الطرق التقريبية اللي بيسمح بيها الكود سواء في حالة اليونيفورم ستيل على الفور سايدز او في حالة السيمتريكال ستيل على الاوبوزيت سايدز.